جرب تحط المصحف على الارض في شي جامع، والله تي ياكلك الرجال الكبار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي للجميع. سوف نتكلم قليل حول محمد فايد وكيف يتعامل مع القرآن الكريم، وأيضا سنتكلم حول شيخ المغامسي وحول ملحد من خلال مناظرة تيقن أن المسلمين أكثر عقلانية من الملاحدة. طيب إن شاء الله سوف نبدأ أول كارثة مع منكر السنة محمد فايد، والذي شاهده أحد المتابعين في قناتي وهو يرمي القرآن الكريم على مكتبه دون أن يعتبر أن هذا الكتاب هو كتاب الله عز وجل. نشاهد هذا المقطع إن شاء الله. إذا كنتم حقا رابطة علماء، أنا لا أعترف بعلماء، أنا أقول فقهاء، ربما تقولوا شيوخ فقهاء، لكن علماء لا، أنتم لا تدرسون الرياضيات ولا هذه الأشياء، هذا هم العلماء. داعيات نعم هذا حقهم، لكن علماء لا، نحن العلماء، علماء الكون، وهم اللي قال علينا الله سبحانه وتعالى علماء. فعلى الأقل لو كنتم تحفظون كتاب الله في ذهانكم، إلا كنتم حافظين القرآن، ولا أظن أنكم حافظينه، أو تكونوا حافظينه بطريقة العامية. لا مقاومين، أنا نفضي معكم. الذي معه كتاب الله، واحد خلينا قال يا عمك هزيتي المصحف وكاك وخبطتيه، هذا أحفظه، هذا نخبطه ولا اللوحة ما شغلكش، هذا أحفظه، هذا نخبطه ولا اللوحة ما شغلكش. أنني كان حفظه عندي هنا وخنكرتها على الناس، قاعدة العامة يعني خذوها مني. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. طيب هذا المتابع الذي شاهد الفيد وهو يرمي القرآن الكريم، قال له الفيد ليس من شأنك أن أرمي القرآن الكريم. فلاحظوا كيف يعني رد على من ينبه بأن يحسن سلوكه مع كتاب الله عز وجل، وقال له ليس من شأنك وإني أحفظ القرآن الكريم، فيما أن يعني الكل لاحظ بأنه لا يحفظ القرآن الكريم، حتى أن شيخ قسم بالله أن الفيد يخطئ كثيرا في القرآن الكريم ولا يحفظه. ونستمع هذا المقطع إن شاء الله ونرجع للأخ. في ذهانكم إلا كنتم حافظين القرآن، ولا أظن أنكم حافظينه، أو تكونوا حافظينه بطريقة العامية، قاعدة العامة يعني خذوها مني. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن ولي الله، إن ولي الله، إن ولي، ولي، إن ولي الله، إن ولي، ولي، إن ولي الله، إن ولي، ولي. كما لاحظتم يعني يريد أن يرد على ذلك الأخ الذي نصحه فيما أنه يخطئ في القرآن الكريم. واحد خلينا قال يا عمك هزيتي المصحف وكاك وخبطتيه، هذا أحفظه، هذا نخبطه ولا اللوحة ما شغلكش، هذا أحفظه، هذا نخبطه ولا اللوحة ما شغلكش. بعض الناس تيجي مثلا هو جاي داخل من هنا من هذا الباب وتلقى المقرأة محطوطة، وهو الاصل انه غادي يدخل، الى لقيتي المصحف مقلوب اش غادير ليه؟ غادخل بوط تردو وتجلس. من الناس من تأدبا، هذا ليس بواجب، لكن من تأدبهم مع كلام الله، والله ما يقلب المصحف، كيقول لك ندور انا ندور في المصحف، انا ندور للجهه الاخرى، كيقول لك قلبي خصو يتربع لانه انا اللي ندور للمصحف فين دار، ماشي القران اللي يدور فين كان فين بغيت انا. مستوى عالي جدا. بعض المساجد في بعض الدول يستحيل، يستحيل استحالة مطلقة أنك تلقى الرفوف ديال المصاحف لتحت والرفوف ديال الصبابط الفوق، واخا يكون الرف ديال الصباط لهي والرف ديال المصحف هنا جهة القبلة، والله ما تلقى الرف ديال المصحف لتحت والرف ديال الصباط الفوق. كيقول لك كيف صباطك أنت شبعان فرماج وتحطه الفوق والمصحف يجي لتحت؟ أبدا. قال لك الكفار لما شاهدوا للقرآن قال لك وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه، بل ملي كتكون انت مثلا شاد المصحف وقال تقرا وهو دايز وشاد النعل ديالو عزكم الله صباطو ولا صندالته ما يدوش من قدامك، هذا راه ماشي صلاه. كيقول لك ولكن لا، القرآن هذا ندوز انا قدامي والصباط يدايز فوق المصحف تنبسط ولا مال تيدور هو من الجهه الاخرى. شوف هذا الاحترام ديال، انا ما كنقولش حنا كلنا حيت هادشي كله اللي ذكرته، مثلا قضيه وضع المغاربه عندهم واحد الجانب باقي زويون في تعظيم كلام الله عز وجل، وهو انهم ما تيحطوش المصحف على الارض. جرب تحط المصحف على الارض في شي جامع، والله تا ياكلك الرجال الكبار. واش كاين شي نص يمنع من وضع المصحف على الارض اذا كانت الارض نقيه الى اخره؟ ليس هناك نص يمنع من هذا، لكن الناس كنمشيو على مقام الادب مع الله عز وجل. ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. واحد خلينا قال يا عمك هزيتي المصحف وكاك وخبطتيه،
هذا احفظه هذا نخبطه ولا اللوحه ما شغلكش، هذا احفظه هذا نخبطه ولا اللوحه ما شغلكش. مناقش. نعم، اصلا القول الذي قال به يعني بتلك الطريقه يعني لا تليق بمسلم، يقول ارمي المصحف او القي به، ويعني هذا يعني واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم. الله يستر، الانسان مخصوش يكون هكا، خصو يسمع شي واحد نصحه، عندما يستمع لاحد لشخص ما نصحه فلا بد له ان يستمع لتلك النصيحه، وخصوصا اذا كان يعني وقع في خطأ. أظن أن الفائدة يعني من الطين المتعصبة الذين لا يرجعون عن كلامهم، فإن بقي هكذا فهذه تشبه صفات إبليس. إبليس لعنه الله قال أنا خير منه، لما لم تسجد لما خلقت بيدي، قال أنا خير منه. يعني التكبر هو أصعب شيء يمكن للإنسان أن يتبناه، فالتكبر يعني قد يعني قتل أهلك الكثير من الطغاة، كما هو موجود في القرآن ومليء بالقصص التي تروى عن أولئك الطغاة والذين لقوا حتفهم بعقاب من الله عز وجل بسبب تكبرهم. فهذا الرجل في الحقيقة أنا أتعجب لأمره، دائما عندما تبين له شيئا من أخطائه يزيد في الغضب، ويزيد في يعني في كره أولئك الناس الذين يعني يبين له أخطائه. فهذا سبحان الله، نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياه. هذا أمر خطير، التكبر أمر خطير جدا. تفضل أخي. نعم، الله يحفظك أخ مناقش. لما نشرت في القناة بعض المقاطع التي تدل أن الفيد لا يحفظ القرآن، جاء متابعي الفيد وكتبوا في التعليقات أن الأئمة في المساجد يصلون بالناس ويخطئون. فجوابي إلى هؤلاء أن الأئمة المساجد لم يتجرع على العلماء وأن يقول لهم يعني كما قال الفيد أنكم لا تحفظون القرآن، هذا جهل، ويتحداهم بطريقة غريبة كما قال الأخ مناقش، لا تليق بمسلم أن يقول لي القرآن الكريم ليس من شأنك أن أرميه أو أضربه معه في الأرض. هل لا يزال الفايد ينشر فيديوهات تتكلم عن السنة و... نعم نعم، وينكر السنة وينكر نهائيا، يعني يقول أن شرع الله موجود فقط في القرآن، يعني هذا إنكار للسنة. نعم سبحان الله، أنا في الحقيقة لا أشاهد فيديوهاته، كنت أشاهدها يعني عندما كنت أحسن الظن به، كنت يعني أنصت إلى تلك الفيديوهات التي يتكلم فيها عن الغذاء وعن الأمراض وعن يعني أشياء مهمة جدا لصحة الإنسان، ولكن عندما في الحقيقة يعني سمعت بخرجاته يعني لم أعد يعني أستمع إليه. المشكلة أخ مناقش أنه يتابعه أكثر من 2 مليون، يعني يعني سيشكك الناس هاد 2 مليون يشككون في السنة، وهذا أمر خطير جدا. يعني راه الوزر ديالو عظيم، يعني الإنسان أن تشككه في سنة النبي التي يعني قائم عليها دين الإسلام بعد القرآن، يعني هذا أمر خطير جدا. يعني فإن شاء نحن حتى بدون شك في السنة الناس يعني إيمانهم ضعيف، فما بالك أن يزيدهم بالتشكيك في ذلك، والنفوس الآن مستقبلة في هذا الزمن، النفوس مستقبلة للأشياء التي تخرج عن الدين. يعني هذا أمر خطير، ونسأل الله عز وجل أن يهديه وأن يرجع إلى الطريق الصواب. نعم صحيح، المشكلة أن هؤلاء يعني كيدخلوا فقط ليستمعوا يعني نصائح حول التغذية، وهو يعني يكتب في العنوان أنه سوف ينصحهم في التغذية، ولما تدخل فهو يطعن في الصحابة رضي الله عنهم، لا حول ولا قوة إلا بالله، فيما أن عالما أن ينزع منه هذا التكبر. اللهم آمين، اللهم آمين.